بعده الفنان أشرف عبد الباقي معي على الهواء. تحياتي لكل المستمعين اللي عم يسمعوا الفجيرة اف ام ويوتيرن، وعم نحكي عن فيلم سقراط ونبيلة. الحقيقة استاذ أشرف نحن متصلين فيك لمبارك لك بالفيلم، بما انه اول يوم بالعرض رح يكون اليوم، حابين ندعي الجمهور والعالم اللي عم تسمعنا يروحوا يحضروا الموفي، واكيد يشجعوا السينما العربية والسينما المصرية على الاكيد. يعني انتوا اهل الكوميديا واهل الفن، يعني كانت مباركة منا لإلك على الهوى، وبسبب كمان عودتك بعد 3 سنين غياب. بس أنت قلت لي إنه أنت عم بتصور، فأكيد في شيء جديد تاني غير الموفي، خبرني. لا حاليا في مسرح جديد. أها. يعني حاليا أنا بعمل مسرحية اسمها مسرحية كلها غلط، دي مسرحية أساسا إنجليزية. كلها غلط؟ مسرحية كلها غلط عن مسرحية اسمها The Play That Goes Wrong. كانت معروضة في لندن، معروضة في أمريكا، في الأرجنتين، في ألمانيا، بنفس الاسم. أنا خدت كوبي رايت ليها لمصر وللميدل إيست، للشرق الأوسط. دي بعرضها مع مجموعة جديدة من الشباب يمكن ما ظهروش قبل كده في أعمال، وبالإضافة لمسرحية تانية في إخراجي وإنتاجي اسمها صباحية باركة، فيها أبطال من اللي كانوا في مسرح مصر، منهم علي ربيع ومنهم أسقس ومعهم سليمان عيد ومعهم طاهرة بوديلة ومجموعة جديدة برضو كمان من الشباب والبنات. بنتمنى لكم كل التوفيق. في شيء مسلسل تلفزيوني أو لا؟ لا حاليا ما في، هو بس متفرغ للعمليات دول. بدي أسألك، أنت بتعرض دائما بمصر، ما فيش عروض في البلدان العربية الأخرى مثلا هون بالإمارات؟ إحنا في مسرح مصر طبعا سعدت جدا إن عرضت دبي وعرضت أبو ظبي يمكن من حوالي 3 سنين 4 سنين. لا حاليا نحن عم نحكي على القادم. حاليا طبعا لظروف كورونا، بس اعتقد ان خلاص المسائل بقت اهدى شويه والسفر بين البلاد بقى افضل شويه ان شاء الله. اكيد اول ما الامور ان شاء الله تبقى على خير ده يسعدني طبعا. يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يكون في مشاريع قادمه، وبنحضرك هون بالامارات ان شاء الله لايف على المسرح ان شاء الله. الله راد، وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله الف مبروك الفيلم الجديد، واكيد بكل شيء عم تعمله. استاذ اشرف شكرا على وقتك، انا بعرف انك مشغول. شكرا ليك ولكل المستمعين، وان شاء الله يا رب العمل يعجبكم. الله يسلمك يا رب. بدي كلمة منك أخيرة للي عم يسمعوك عبر الفجيرة اف ام، لكل مستمعينك في الإمارات اليوم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنة سعيدة، وكل الظروف اللي مرينا بيها في العالم كله نكون عديناها وبقينا أحسن، ومحدش يشوف حاجة وحشة في أي حد حواليه. محمد هنيدي. حبيت أشرف عبد الباقي. تحياتنا للفنان محمد هنيدي أكيد. شكرا ليكم ولكل المستمعين، وإن شاء الله يا رب نلتقي على خير. أشرف عبد الباقي.